احتضن ملعب التضامن مواجهة الصليبيخات بخيطان ضمن الجولة التاسعة المؤجلة لدوري فيفا للدرجة الأولى. سرعان ما دخل خيطان أجواء المباراة بتسجيل الهدف الأول عن طريق محترفه كوفي. الأحمر يواصل تهديده لمرمى الصليبيخات برأسية أوتافيو مرت بسلام على مرمى داود خلف. محمد العلاطي يتحصل على ركلة جزاء بعد مشاركته بحارس خيطان محمد النعمة لينفذها بنجاح بدر المطيري. الصليبيخات يعود مرة أخرى بركلة جزاء ثانية له في المباراة بعد لمس الكرة ليد مدافع خيطان ويسجل تيتي ثاني الأهداف. حاول خيطان العودة من جديد عن طريق رأسية أحمد نايف لكن كرته تعتلي مرمى الصليبيخات وينتهي معها الشوط الأول بتقدم الأبيض بهدفين لهدف. خيطان يبدأ الشوط الثاني محاولا معادلة النتيجة عن طريق أحمد نايف لكن داود خلف بالمكان المناسب. نايف مرة أخرى يستغل ارتباك مدافعي الصليبيخات ويسجل التعادل لخيطان. داود يستمر بالذود عن مرماه بعد فرصة محققة للمحترف كوفي. الصليبيخات يعود للتقدم مرة أخرى عن طريق تيتي ليسجل ثاني أهدافه بالمباراة والثالث لفريقه. داود خلف يتصدى لفرصة أوتافيو المتقدم بعد مجهود فردي رائع لتنتهي المباراة بفوز الصليبيخات بالثلاثية مقابل هدفين لخيطان. الحمد لله الربع أدى مباراة كبيرة استحقنا الفوز سيطرنا على المباراة الشوط الأول والثاني الحمد لله وإن شاء الله تكون بداية خير مع كابتن أنور وإن شاء الله نستمر بالأداء هذا. مباراة تقدر تقول أسوأ مباراة بالخليج أسوأ دوري الكويتي دوري درجة أولى فريق قبل الأخير والأخير نقطتين ثلاث نقاط اللي هاي المباراة ما عنده سالفة احنا مباراة متحسفين ليش لعبنا كل شوي له خمس دقائق لاعب طايح لاعب يصرخ اي احد يحوشه انتم شلون تطلعوا المباراة انا ماني عارف انتم الحين برنامج عندكم ما له داعي ثلاث حلول المباراة حطوا التقرير حطوا النتيجة وغيروا المباراة وروحوا حلول المباراة الثانية فالله يعينكم ان انتم جايين فانا بس صفر حكم والله استانس بس ابي امشي مباراة يعني كل شوي لاعب طايح من الفريقين مو انا اولهم عشان لا يقولوا ليش مسولف عن نفسك المباراة مثل ما يقولون بالكويت تلوعت شفت هذه المباراة كانت مؤجلة وتعرف ظروفنا احنا ونادي خيطان بالمخرج في دوري الدرجة الأولى وكل واحد يحاول انه يطلع من القاع، الحمد لله ان توفقنا اليوم والحمد لله اخذنا الثلاث نقاط اللي كانت المهمة اهم شيء من غير مستوى. في مباراة شهدت غياب مراقب المباراة بدر البلوشي الصليبيخات يعبر خيطان بثلاثية تعزز من حظوظه الى المنافسة مع فرق الصدارة. المدرب الوطني أنور يعقوب يحقق أول انتصار له مع الصليبيخات في دوري فيفا للدرجة الأولى. محمد الصلال لبرنامج الديربي.